ازيكم، شبكم على كتير معايا. كان النهاردة هنلعب لعبة ايفل نون وهنلعبها ايزي ونحاول نهرب منها. اهو لابسين سماعات، نعمل سكيب عشان مش عايزة اضيع الوقت الصراحة. انت ليه ما قلتليش موجود؟ ياسين برضو موجود معانا. يلا يا شباب، لازم يا شباب نحاول نهرب من ايفل نون بسرعة. بصراحة ما قلق، بس مش خايف. وطبعا يحيى جه على طول، مفاجأة. ويحيى ما مسجل. اوبا، انا محتاجة امشي على مكتب. مستخبي تحت. نينا بتجري وراك؟ أي يا شباب، أنا سامع صوت رجلين. أنا برضه تيزو رجلي، أنا متخافش. فين نان؟ هي عدت من هنا؟ معقولة عدت من هنا؟ واو 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 واو، اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق. نان سيبيني. ايفن نان نان نو نو، لا تحديني. فينك؟ هلا هلا والله. ابن نان جت وشرفت بيتها ومطرحها، بيتها مدرستك ومطرحك. والله مطرح عشان قاعدة بتتنقل فيها، صح؟ استخبى في التواليت. عايزة استخبى في مكان تقدر استخبى فيها. الحمد لله. تيتا شوية ابن نان. يا حنينة نهدى شوية وضلت تهدى. نينا نينا خلاص مشيت مشيت. ربي نطلع فوق. لو لقيتك فوق يعني انت سهلتيني في عيشتي. انت ده شكلها مشيت. كله تمام كله تمام. كارت ايه بديته؟ انت عارف؟ انا ما عارف، بس شكل نان جاية. اسمه الكابل. تمام، عملت حاجة. مش عارف عملت ايه، بس عملت حاجة. الغرة ليه دي؟ ليه دي يا يوسف؟ هاي الكنبة، في كنبة. ايه ايه ورا ورا ده؟ دي فلوس. فلوس؟ انا سامع صوت شخير. خير مين؟ شكلي المهم بتنام. كسولة بالنار، كسولة.
ليه دي الحمد لله تخبيت خلو الزئبة دي مين معاها مخالي بزئبة ولا دي بس حركة عشان ألعاب الرعب مستحيل ليه حد من ممكن بس الزئبة يعمل كده أو حد معاه صوت عربية صوت عربية نعمل حاجة سريعة شباب أنا شكلي خامل أنا قلت له الخطة دي أنا بخافش أنا جاية تعالي أنا شفتك بترتعش أنا بخاف بس مش برتعش وقفلها ايه على الترابيزة وع انت مش بتصوتي ولا ايه ولا ايه يا ناني ها خليكي هنا لوحدك انا ماشي وههرب قريب بسرعة نستخبى الحمد لله ايه انت عبيتها دي عبيتها ولا ايه لا انا مش شايفة خالص لما هرجع لكم لما اطلع يلا يا شباب هو قال لي انه هيضحي هنضحي بقلبي بس عشانكم يا شباب عاملها صوت تحت لا مش نو جات كتيب النان لا عادي قلبي بيطوف الحياة واللعبة كمان انا مش بخاف سامع صوتها تحت ولا فوق وريد جاي تحت سمعنا صوتها اصلا في كل مكان يا لهوي ايه ده رجعت تعال يلا زهقت يا سايون مستخبي المليون سنة ازاي شكلها نامت تعالي عملتلك فضيحة لما هي تمشي فضل من شباب انا عاد كاني مطرشة كامل فانا هفتح تاني في العقل فين احنا كنا بنحس باوقات رعب واحنا قافلين ايوه ف شكلها مش هن ف سلام وشكلها عمري ما نعمل حاجة في اللعبة عشان بصراحة انا خايف رعب كبير ف فكده او مش عارفه اتحرك ف كمان ضيع الصندوق اللي فيه المفتاح بتاع الهروب رميته تحت هنا مش عايزه اكمل رميته تحت في المكان ده ف يلا سلام